بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها، روت هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصماء هذه لقب لها، وإلا فاسمها بهية، وفي رواية بهيمة بزيادة ميم، وهي أخت عبد الله بن بسر أو أمه أو عمته أو خالته، كلها بعض العلماء جاء بها كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا. قالوا هذا علامة اضطراب الحديث، لأن الصماء هذه اختلف في اسمها واختلف في صلتها لعبد الله بن بسر. آخرون قالوا هذا لا يضيرها ولا يضير الحديث ما دام الصحابية رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول ثقات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني إذا كان يوم السبت في رمضان فصوموه، وأما ما عدا هذا فلا تصوموه، كأنه إذا كان يوم عرفة فلا يصام، وإذا يوم عاشوراء فلا يصام، وإذا هو من الست من شوال فلا يصام، وهكذا. هذا منطوق ما دل عليه الحديث. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها، إذا لم يجد المرء ما يأكله في يوم السبت فعليه أن يأخذ عود شجرة أو نحوها أو عود عنب فيمضغه. غصن عنب، عود ليس فاكهة، ليس من العنب، وإنما هو عود عنب، غصن عنب، يمضغه، يقول يأكل منه حتى يشعر نفسه بأنه ليس بصائم فليمضغها. رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة كلهم رووا هذا الحديث، ورجاله ثقات ما فيهم مجروح، إلا أنه مضطرب
يكفينا هذا. إلا أنه مضطرب. ما معنى مضطرب؟ يعني مضطرب الحديث، فيه أحاديث أقوى منه أكثر منه صحة تدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث كما سيأتينا. فهذا الحديث دل على أنه لا يسوغ ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوم السبت إلا إن كان يوما من رمضان فقط، أما أن يصوم يوما ويفطر يوما فلا يصوم يوم السبت، أما أن يجعله من الست فلا يصوم يوم السبت، أما أن يصادف يوم عرفة فلا يصوم يوم السبت، أما أن يصادف يوم عاشوراء فلا يصوم يوم السبت. وهذه أمور شديدة وقوية، والغالب خلاف ذلك، لأن الأحاديث الآتية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد معا. ولو قلنا إنه مرادا أنه يصومه يصوم يوما قبله معه مثلا قلنا نعم يجوز، لكن ما يقول لا تصوموه إلا فيما افترض عليكم في رمضان فقط. درجة الحديث: الحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وقال الحافظ: رجاله ثقات، وقد طعن في الحديث بالاضطراب لأنه جاء من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وقيل عن عبد الله بدون أخته. وأجيب بأن هذه علة غير قادحة، فإنه صحابي ولا يضر ذلك في روايته، فكلهم عدول. وأما سواء كان من رواية الصماء بنت بسر أو عبد الله بن بسر، أو رواه عبد الله عن الصماء أو روته الصماء عن عبد الله، ما يضير، لأن كلاهما صحابي رضي الله عنهم. نعم. فإنه صحابي ولا يضر ذلك في روايته، فكلهم عدول. وأما دعوى النسخ بالحديث الذي بعده فلا يصح، لأنها بعضهم بعض العلماء قال هو صحيح هذا الحديث لكنه منسوخ. بماذا نسخ؟ بكونه صلى الله عليه وسلم عدل عن النهي عن صيام يوم السبت وصام يوم السبت ويوم الأحد معا. فإذا نهى عن صيام يوم السبت ثم صام يوم السبت ويوم الأحد يدل على أن الحديث الأول منسوخ، لأنه لو لم يكن منسوخا ما صامه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما دعوى النسخ بالحديث الذي بعده فلا يصح، لأن هذا أقوى من الذي بعده، ولإمكان حمل الذي بعده على معنى آخر. يعني أن الحديث الذي بعده ضعيف، الذي سيأتينا الآن ضعيف، فكيف ينسخ حديث حسن بحديث ضعيف؟ ما يصير هذا، ما يتمكن الحديث الضعيف ينسخ الحديث الصحيح والحسن. نعم. وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن، وقال النووي: صححه الأئمة، كما صححه الدارقطني وعبد الحق والمبارك فوري، وضعفه بعضهم ومنه النسائي والطحاوي والحافظ. يعني تطارحوا فيه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه رحمة الله عليهم. نعم. مفردات الحديث: بسر بضم الباء،
اسمها بهية المازنية، بهية المازنية، لحاء عنب بفتح اللام وكسرها فحاء لحاء ولحاء، لحاء عنب ولا لحاء كلها أصلح، يعني المراد بها قشر عود غصن العنب. بفتح اللام وكسرها فحاء مهملة ممدودة، حاء مهملة يعني ليس بها نقطة، ما صير خاء، قال الحاء المهملة أو الحاء المعجمة، المعجمة المنقوطة. نعم. فحاء مهملة ممدودة، ممدودة يعني فيها مد، حاء لحاء. نعم. هو قشرة كل شيء، والمراد هنا قشرة العنب الفاكهة المعروفة، فليمضغها من باب نصر وفتح، من باب نصر وفتح، من باب نصر وفتح، أي يطعمها للفطر بها، أي يطعمها يعني يذوقها عشان ما يشعر أنه صائم، لو ما وجد شيء يأكله في يوم السبت يأخذ العود من الأرض أو من الشجر ويقرضه ويبلعه، يمضغه يبلعه. نعم. الحديث الثاني، الحديث الثاني هذا الذي قالوا أنه منسوخ بهذا، وهذا الحديث الثاني أضعف من الأول. نعم. وعن أم سلمة، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول أم المؤمنين رضي الله عنها، أم سلمة كان زوج أبي سلمة وهاجرت معه إلى الحبشة رضي الله عنها، ولدت له بعض أولاده، ثم قيل لهم أن أهل مكة أسلموا، فجاءت من الحبشة مع زوجها، فلما وصلوا مكة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فأراد زوجها أن يهاجر بها معه، فمنعه أهلها، أهلها أبو جهل وأخوياه لعنة الله على أبي جهل، منعوه أن يسافر بها، قالوا أنت سبيلك رح وهي ما يمكن تروح معك، فمنعوها، فجاء أقارب أبي سلمة وأخذوا أولادها منها عمر، وقالوا ما يمكن نترك عندس ولدنا، ولدنا نأخذه، فصارت هي ناحية وولدها ناحية والنبي وزوجها ناحية رضي الله عنها، وصبرت واحتسبت رضي الله عنها، فلما أكثرت البكاء عليهم قالوا روح إلى المدينة إن شئتي، فجاء أولاد أهل زوجها وقالوا خذي ولدك معك، فهيأ الله لها رجلا صالحا قاد بعيرها بها إلى أن وصلها إلى المدينة، وهو غير مسلم هذا الرجل لكنه في خير في مروءة، قادها لما وصلت إلى المدينة قال هذه المدينة روح إلى هلس روح إلى زوجك، فوصلت زوجها بعدما بكت سنة أو أكثر من سنة رضي الله عنها، ووذيت في ذات الله، فلما استقرت في المدينة استقرارا ليس بالطويل خرج زوجها للجهاد في سبيل الله في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وأصيب بجرح شديد فقتله هذا الجرح فمات به رضي الله عنه، فبقيت أيم عندها أولادها ولا أحد من أهل المدينة تعرفها ويعرفها سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهي امرأة عزيزة الجانب قوية شجاعة رضي الله عنها، كانت تجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم فتقترح عليه لما تزوجها عليه الصلاة والسلام، لما تمت عدتها تسارع الصحابة رضي الله عنهم لخطبتها رفقا بحالها ومساعدة لها بشؤون أولادها رضي الله عنهم وأرضاهم، ما هو طمعا فيها لكنهم عفقا بحالها وليساعدوها، فسارع أبو بكر رضي الله عنه فخطبها فأبت، فخطبها عمر فأبت، ثم أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت مثلك يا رسول الله لا يرد، لكن يمنعني من الموافقة ثلاث، وما هن؟
قالت في غيرة وأخشى أن تقع غيرتي عليك فيغضب فتغضب علي ويغضب علي الله جل وعلا. هي غيرة ما أصبر مع النساء وأنت عندك نساء كثير رضي الله عليه الصلاة والسلام. والثانية عندي أولاد أيتام أخشى إنهم يضيقون صدرك ويشغلونك فأنا ما أودي أني أضيق صدرك وأشغلك. الثالثة ما عندي أحد زوجا بالمدينة ما لي أحد ما لا قريب بالمدينة. ثلاث فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد إقناعها قال أما غيرتك هذه الغيرة ما أصبر عليها لكن أرجو الله أدعو الله أن يذهبها وذهبت غيرتها رضي الله عنها. وأما ولدك فأولادك أولادي أصرت بعصمتي فتجدين من يكفيك مؤوناتهم. وأما أولياؤك فليس منهم أحد حاضر ولا غائب إلا ويرغب في هذا يرغب أن يتزوج أحب إليهم من أن تبغين عين بالمدينة ما أنسى أحد. لو أبو جهل لعنه الله ما عنده مانع أن يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام. فقم يا لما قال لها هذه الثلاث قالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. وكانت إذا تشاجر بعض أمهات المؤمنين يذهبن إليها فتقضي بينهن لأنها ما عندها غيرة على الجارات لأن هذول جاراته فما كان عندها غيرة رضي الله عنها شديدة فتقضي بينهم. ولما كان في صلح الحديبية كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجت معتمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما منعته قريش اصطلح معهم على صلح الحديبية المعروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحللوا قالوا يا رسول الله شلون نتحلل حنا الحين بيننا وبين المدينة المكة شبر ما نستطيع نتحلل قبل ما نصل مكة. قال تحللوا ودخل عليه الصلاة والسلام مغضب متأثر من كون الصحابة ما استجابوا لطلب التحلل. فقالت يا رسول الله وراك مغضب قال وراي ما أغضب أنا آمر الصحابة آمر إخواني ويتحللون وأبوا أن يتحللوا. قالت وتحب ذلك قال نعم. قالت يا رسول الله أخرج وادع الحلاق ومره أن يحلقك واذبح هديك انحر هديك ولا تقول لهم شيء شو يسوون رضي الله عنها وأرضاها وفقت للصواب. فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق وحلق وذبح هديا نحره فتسارع الصحابة رضي الله عنهم على الامتثال حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من سرعتهم رضي الله عنهم. هم يحبون بس شيء يطمئنون إليه يخشون أنهم يذبحون الهدي الآن ثم يؤذن لهم بدخول مكة العصر أو بعد العصر أو نحو ذلك. فقالوا ننتظر يا رسول الله لكنه عليه الصلاة والسلام أحب أن ينهي ويبرم هذا الصلح مع كفار قريش. وقد قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسألونني شيئا يعظمون به بيت الله إلا أجبتهم إليه عليه الصلاة والسلام. فكانت ذات رأي ومشورة رضي الله عنها تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من قبيلة أبي جهل لعنه الله ابنة عمه لكنها امرأة صالحة مسددة رضي الله عنها وأرضاها هاجرت للحبشة ثم هاجرت للمدينة رضي الله عنها. هذه أم سلمة كانت تسمى أم سلمة وبعد ذلك سميت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة أكثر ما يصوم
من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، يجمع الاثنين. وقال كيف يصوم يوم السبت ويوم الأحد وهو قال لا تصوموا يوم السبت إلا بما افترض عليكم؟ قال بعضهم إنه يصوم الاثنين معاً، والصيام الاثنين معاً لا بأس به، يوم السبت ويوم الأحد. يوم السبت عيد اليهود عليهم لعائن الله، ويوم الأحد عيد النصارى عليهم لعائن الله، فهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يخالفهم، يتعبد لله جل وعلا بالصيام الذي هو مكروه بالنسبة للعيد. يوم العيد يحرم صيامه، وما دام عيد للمشركين فهو يحب أن يخالفهم عليه الصلاة والسلام ويصوم هذين اليومين. من هذا اختلف العلماء رحمهم الله، قال بعضهم إن هذا من إن الحديث الأول منسوخ، إن الحديث الأول ينهى عن صيام يوم السبت ثم نسخ بعدما تبين أن اليهود كانت لا تصوم يوم السبت والنبي يحب مخالفتهم فصامه لمخالفة اليهود، فقالوا هذا منسوخ. آخرون قالوا ما يدل على النسخ، لكنه مضطرب وذاك ضعيف وهكذا، وتدعوا في هذا. نقرأ عليكم ما كتب في الموضوع إن شاء الله بعد قليل. نعم. درجة الحديث: الحديث ضعيف، أخرجه ابن حبان والحاكم وقال إسناده صحيح ووافقه الذهبي، وقد ضعف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي لوجود من لا يعرف حاله في سنده، ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث الصماء بنت بسر، ولا يعارض به لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت. ولذلك قال ابن عبد الهادي عقب حديث ابن عباس: وهذا لا يخالف الانفراد بصوم السبت. وقال شيخنا يعني ابن تيمية: ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم، والله أعلم. ما يؤخذ من الحديث الحديثين ما يؤخذ من الحديثين هذا والأول. نعم. الحديث الأول يدل على كراهية إفراد صوم يوم السبت، وذلك مقيد بما إذا لم يوافق عادة لصومه أو يصومه عن قضاء أو نذر أو كفارة. الحكمة في النهي عن صومه والله أعلم أنه يوم تعظمه اليهود ويمسكون فيه عن الأشغال والأعمال ويتفرغون فيه للعبادة، فصيامه تشبه بتعظيمهم إياه، ومشابهة الكفار محرمة، فمن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا يحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار في أكلهم ولبسهم وركوبهم وغير ذلك من الأعمال التي يتعاطونها، لا يجوز لنا أن نتشبه بهم. وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، عليكم أعفوا اللحى، أعفوا اللحى وأكرموا أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، عليه الصلاة والسلام. أما إذا جمع صيام يوم السبت مع يوم الأحد فإن الكراهة تزول، لأنه ما أفرد يوم السبت أحده بالصيام، لو صام يوم السبت والأحد جاز له ذلك. إذ لا يوجد تشبه بإحدى الطائفتين، لأن الطائفتان كل واحدة تعظم يوم، اليهود يعظمون يوم السبت والنصارى يعظمون يوم الأحد،
فإذا صامهما خالفهما جميعا. نعم. وهذا ما يدل عليه الحديث الثاني، فإن صيام اليومين فيه مخالفة لأهل الملتين جميعا، إذ كل أصحاب ملة يعظمون يوما ولا يعظمون اليومين كليهما. قال شيخ الإسلام: دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار على أن التشبه بالكفار منهي عنه، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا شراب ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، أو ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارة، أو اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، كما لا يحل فيه إعداد وليمة ولا إهداء ولا إظهار زينة، والضابط أن يجعل كسائر الأيام. يعني لا يفرد بشيء وحده، لا يفرد بشيء وحده، لا زين ولا شين، لا ما كل ما يخالف العادة يترك في هذا اليوم، يجعل كسائر الأيام. نعم. وقال ابن القيم: إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا في أعياد الكفار الدينية وتهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بها، ففيه لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم ولا نسير معهم في أعيادهم، ففيه خطورة تؤدي إلى الكفر. ولهذا فإنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم وعباداتهم، وأن يقصد هذه المخالفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد قصدا ولمخالفة المشركين من أهل الكتاب. الوجه الثاني في تخريج حديث الصماء بنت بسر، هذا الكتاب الذي سيقرأ فيه أحمد كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، ثم يبلعها علشان يشعر نفسه أنه ليس بصائم. نعم. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الوجه الأول في المرأة الراوية، ما علينا منه، حط الوجه الثاني. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه الصيام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان
عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني، وضعفه آخرون للاضطراب في سنده ونكارة متنه، ومنهم الزهري ومالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد والإمام أحمد والنسائي والطحاوي وابن القيم وابن حجر. أما الاضطراب في سنده فإن الحديث مداره على الصحابي عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وقد اضطرب الرواة عنه فيه، فتارة روي عنه عن أخته كما هنا، وتارة عن عبد الله بن بسر عن عمته كما عند ابن خزيمة والنسائي والبيهقي، وتارة عن خالته الصماء كما عند النسائي، وتارة عن عبد الله بن بسر عن أمه كما في الفوائد لتمام الرازي، وتارة عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وابن ماجه وأحمد. وجاء أيضا عن هذا اضطراب الرواية، مرة قالوا عن عبد الله بن بسر عن النبي، مرة قالوا عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء، ومن ثم آخر قالوا عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء، عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، عن عبد الله بن بسر، وهكذا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الاضطراب في اختصم الصحابية وصلتها بعبد الله بن بسر هذا لا يؤثر على الحديث، لأن الحديث وروي عن صحابي، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. نعم. وجاء أيضا عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به، فصار من مسند عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي. ولهذا ضعف العلماء هذا الحديث، فضعفه الإمام مالك، فنقل عنه أبو داود أنه قال: هذا كذب. ونقل أيضا عن الزهري أنه قال: هذا حديث حمصي. من أهل حمص، رواة أهل حمص، وهم ليسوا بثقة، يعني ما يزكيهم رضي الله عنه. نعم. ونقله عنه الطحاوي، ومعناه أنه تفرد به أهل حمص، وهذا يقتضي تضعيفه عنده. ونقل أبو داود عن الأوزاعي أنه قال: ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر. وضعفه الإمام النسائي. فإن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: ما حبيت روايته ولا حبيت أظهره لأحد، لأنه ما يعجبني، لكن لما رأيته انتشر اضطررت إلى أن أبين أنه مو صحيح، رحمه الله. نعم. وضعفه الإمام النسائي، فإنه قال بعد هذا الحديث وطرقه: هذه أحاديث مضطربة، كما ضعفه الطحاوي ووصفه بأنه شاذ، وضعفه ابن القيم فقال: وهذا يدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ، وكذا ضعفه الحافظ. أما نكار يعطينا صورة من اهتمام أهل الحديث بالحديث رضي الله عنهم ورحمهم، واهتمامهم بذلك أنهم يصححونه ويفتشون عن عيوبه حتى يبطلوه إذا لم يعجبهم. نعم. أما نكارة متنه فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم السبت إلا أن يكون في صيام الفريضة، وهذا يدل على المنع من صيامه، ولو كان قبله يوما أو بعده يوما فعارضه أحاديث أصح منه وأشهر،
ومنها حديث جويرية بنت الحارث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت فقالت إنها صائمة، فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، لا تصومي يوم السبت وحده. نعم. ومنها حديث جويرية بنت الحارث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت؟ يوم الجمعة دخل عليها يوم الجمعة، نعم لا يوم السبت. نعم. فقال أصمت أمس؟ قالت لا، يعني الخميس والجمعة ما بمانع. نعم. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ يعني الحديث يعني الجمعة والسبت. قالت لا، قالت اليوم فقط. قال لا، إذن أفطري، يوم الجمعة ما يصح أن تصومي وحده. نعم. فهذا صريح في جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم أيضا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت. يعني أنه يجوز يوم صيام يوم السبت مع يوم الجمعة. ومنها حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال فإنها قد يكون منها يوم السبت وصيامها في غير فريضة. قال العلامة ابن مفلح المقدسي عن إفراد يوم السبت قال الأثرم قال أبو عبد الله أحمد ابن حنبل قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة الآتي. ثم نقل اختيار شيخه ابن تيمية وهو أنه لا يكره صومه. الوجه الثالث الحديث دليل على أن النهي عن صيام يوم السبت، وهذا على رأي من يقول بصحة الحديث كما تقدم. وهؤلاء طائفتان، طائفة قالوا بأن الحديث منسوخ وهذا قول أبي داود كما نص على ذلك في سننه، وقد يكون أخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب، كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر أمره قال خالفوهم. فالنهي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب لئلا ينازعوه، فلما أيس من اتباعهم وكونهم لا يستجيبون قال خالفوا أهل الكتاب. ثم في آخر أمره قال خالفوهم. فالنهي عن صومه يوافق الحالة الأولى وصيامه يوافق الحالة الثانية. ذكر هذا الحافظ وقال لا يتبين وجه النسخ فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل صليت جماعة بفرد كبير في السن، وعندما ابتدأت في الصلاة تذكرت أني ناقض للوضوء فأكملت الصلاة، وبعدها عدت إلى صلاتي لوحدي ولم أخبره حتى الآن، فماذا علي؟ لا يا أخي، عملك هذا غير صحيح، لا يجوز لك ذلك.
ما دمت أنك تذكرت وأنت بالصلاة، فلا يسوغ لك أن تترك أن تستمر في صلاتك، بل صلاتك بطلت وبطلت صلاة من خلفك كذلك. يعني هناك فرق، لو أنك صليت بشخص أو أشخاص أو جامع صليت بهم إماما وأنت على غير وضوء، لكن ما تذكرت إلا بعدما صليت، فلا بأس عليك، عليك أن تؤدي تعيد صلاتك أنت، وأما هم فلا يلزم إعلامهم. أما إذا كنت صليت بهم وأنت تذكر أنك على غير وضوء لكن استحييت أن تقول لهم، هذا حرام عليك، ويجب عليك أن تعلم الشخص الذي صليت به أن عليه عادة صلاته. يقول السائل: أنا من سكان حي التنعيم وأرغب في أداء الحج متمتعا، فهل يلزمني هدي بحكم أني خارج حد الحرم؟ لا يا أخي، ما دمت ساكن في التنعيم فأنت ساكن في مساكن متصلة بمكة، فأنت من حاضر المسجد الحرام، فلا يلزمك هدي إذا تمتعت. يقول السائل: هل تقضى الصلاة الفائتة في وقت في صلاة الضحى؟ قال العلماء: السنة إذا فات محلها فلا تقضى. هي صلاة الضحى فات وقتها فليس عليك قضاؤها، ثم إن كان تركك إياها بعذر فإنها تكتب لك بإذن الله ولو لم تقضها، وإذا كان بدون عذر فلا إثم عليك. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وأريد الحج لكريمتي متمتع، هل يلزم علي هدي؟ ما دمت أنت أخي مقيما في مكة فالاعتبار بك أنت، فلا يلزمك هدي التمتع لإقامتك في مكة. وأما إذا كانت أختك ستحج معك وهي ليست مقيمة في مكة فإن عليها الهدي، أما إذا أنت حججت عنها وهي في بلادها فلا يلزمك هدي لكونك من حاضر المسجد الحرام. يقول السائل: والدتي قدمت بنية العمرة لوالدتها، لكن في الميقات قالت لبيك عمرة ولم تقل لأمي، فلمن تكون له العمرة؟ إذا كانت نوتها بقلبها أنها لأمها قبل وصولها للميقات فهي لمن نوتها له، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز لها أن تتلفظ بنيتها، وإنما تكون لأمها لو لم تتلفظ بها. يقول السائل: هل صحيح أن من النساء من لا تحيض؟ إذا كان المرأة لا تحيض هل يمكن أن تنجب؟ أفيدوني. هذا عند الله سبحانه وتعالى، ما ندري عنه. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة من بيتها وهي متعطرة سواء بالعطر أو بالدهانات المعطرة؟ يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة حتى وإن كانت خرجت للصلاة. فقد مرت امرأة على أبي هريرة رضي الله عنه وهي متعطرة، فقال: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: ومسست طيبا؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة مست طيبا فخرجت فهي زانية. فأمرها أن تغتسل عن الجنابة لكونها بمثابة الزانية والعياذ بالله. يقول السائل: هل يستحب الجمع في صيام السبت والأحد، وهل يعمل بهذا الحديث الضعيف؟ نعم، يصح الجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك،
والحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يعارضه ما هو أصح منه فلا بأس بالعمل به. يقول السائل: هل من طاف حول الكعبة ومشي فوق الشدروان هل يكون طوافه صحيح؟ إذا مشى على الشدروان، والشدروان هو الأساس اللي في أسفل الكعبة، إذا مشى عليه فإن طوافه يكون غير صحيح، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن الشدروان من الأساس والأساس من الكعبة. يقول السائل: أنا مقيم بمكة وأريد الحج عن أمي وهي على قيد الحياة مقيمة في بلاد أخرى، هل يجوز الحج عنها إذ لا أستطيع أن آتي بها؟ إذا كانت لا تستطيع أن تحج بنفسها ما يتعذر عليها ذلك، فلك أن تحج عنها بعدما تخبرها. يقول السائل: أنا من اليمن ولي 7 أشهر وأنا ساكن في مكة، فهل أكون من سكان مكة؟ ما دمت لا تنوي بالحال الرجوع إلى اليمن فأنت من حاضر المسجد الحرام، وأما إن كنت تنوي الرجوع بعد الحج فهذا الظاهر والله أعلم أنك لا تكون من حاضر المسجد الحرام، لأنك بمثابة من جاء للحج ويريد الرجوع. يقول السائل: أقترض من أقاربي وأرد المبلغ بالزيادة، مثل اقترضت 1000 ريال وأردها 1200 ريال بدون اشتراط، وهذه عادتي معهم، هل في هذا بأس؟ إذا كان هذا بغير شرط وإنما من باب القضاء والإحسان إلى من أقرضك فلا بأس بهذا، لأن خير الناس أحسنهم قضاء، وأما إذا كان بشرط فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا من باب الربا. يقول السائل: قمت بصيام 6 من شوال من يوم الخميس، ولكن أفطرت الجمعة وصمت السبت اليوم، هل يجوز لي أن أفطر غدا؟ يجوز لك أن تفطر غدا إذا أكملت 6، لأنك صمت اليوم على أساس تكميل 6 من شوال، فإذا أكملت 6 فلك أن تفطر غدا، وإذا لم تكمل 6 فيحسن بك أن تصوم ولا يجب عليك ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.